قبضت دوريات الأمن العام في تبوك وشرطة منطقة القصيم على مواطنين لاتخاذهم منزلين لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة جازان لترويجهما 32 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.